مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج باختصار. النهارده هنتكلم عن نادي 6 اكتوبر. ليه هنتكلم عنه؟ لان انعقدت قانون الرياضه الجديد لما حصل رقم 71 سنه 2017، صدر قانون حكم قضائي باعاده الانتخابات داخل نادي 6 اكتوبر. عشان كده النهارده هنتكلم عن نادي 6 اكتوبر وعن الانتخابات القادمه اللي هتنعقد الشهر الجاي ان شاء الله. معانا ضيوفنا النهارده اللي هرحب بيهم سياده العقيد هشام سالم المرشح لرئاسه نادي 6 اكتوبر الرياضي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. معانا الدكتور محمد صفوت هريدي المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس الاداره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. معانا الدكتور محمد البنا المرشح لامانه الصندوق. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. بدايه كده في موضوع ايه اسباب ترشح سيادتك لرئاسه نادي بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنه للظالمين. صدق الله العظيم. الفكرة في الترشح لرئاسة نادي 6 أكتوبر كانت الفكرة ديت وريدة من سنة 2017 فترة الانتخابات السابقة، وكنا كمجموعة من أبناء النادي تربينا داخل النادي، وابتدى مشوار العمل معنا بعد ما تم الانتهاء من الخدمة داخل القوات المسلحة، فرجعنا لبيتنا التاني النادي. اتكلمنا مع بعض المجموعة بتاعت النادي أبناء النادي، وقلنا إن احنا نقدر نقدم جديد، نقدم تطوير داخل النادي يتناسب مع الزمن اللي احنا متواجدين فيه وطموحات أبنائنا. فكانت الفكرة الوليدة ان احنا نبتدي ننزل الانتخابات ويبقى لينا دور اكثر فاعلية وداخل النادي، ويكون في تحديات نقدر ان احنا ناخد بناء عليه. شفنا ايه التخصصات. كان الاساس عندنا هو الاساس العلمي، التخصص لكل عضو داخل مجلس الإدارة، سواء رئيس سواء نائب سواء أمين صندوق، عضو أو عضو تحت السن. واتكلمنا مع بعض، قدرنا ندفع في الانتخابات بعدد محترم من مجموعة أبناء النادي، وخدنا انتخابات كويسة في 2017 والحمد لله، وبنستمر طبقا للمبادئ والاهداف اللي احنا اتحركنا من 2017. فده الطريق احنا لسه ماشيينه، ونزلنا في 2019 باذن الله ونكمل المسيره يا رب باذن الله. حضرتك كراجل عسكري، هل ده هيأثر على انضباط والالتزام في النادي داخل النادي؟ هو سؤال محترم واشكر حضرتك عليه. ومما لا شك فيه ده حاجة أساسية، هي الانضباط مش في المؤسسة العسكرية فقط، غير جميع مؤسسات الدولة، جميع المؤسسات على المستوى العالمي لابد من الانضباط. هو ده أساس النجاح اللي ممكن يبقى فيه تقدم وفيه تغيير. فده عامل رئيسي. ويمكن أقول لحضرتك كمان، نادي 6 أكتوبر بحد ذاته هو نادي يميل إلى الانضباط، ده حتى المسمى نادي 6 اكتوبر. فشئنا ام ابينا الانضباط هو اساس النجاح. طب حكا يا حاسه العقيد، اتفقتوا مع بعض كاعضاء او كمجموعه مرشحين على اساسيات معينه هتعملوها في الفتره اللي جايه؟ اكيد طبعا. حضرتك كمجموعه ابناء النادي من 2017 كان لينا مبادئ واضحه جدا، كان لينا اهداف واضحه جدا اتحقق بالفعل منها، عشان في جزء مننا كان في المجلس السابق. ففي الأهداف دي بالفعل تم تحقيق أجزاء منها، وبإذن الله الفترة اللي جاية يكون استمرار واستكمال للأهداف دي يا رب بإذن الله. دكتور محمد صفر، حضرتك بما أنك مرشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كلمني عن أسباب ترشحك للنادي. الأول برحب بحضرتك وبشكرك طبعا على الفرصة دي. الحاجة التانية، أنا اوريدي كنت مرشح في الانتخابات الماضية 11/2017، والحمد لله توفقت وبقيت عضو مجلس إدارة. كان ليا رؤية وفيجن إن أنا يعني شايف النادي المفروض يبقى بشكل معين. ابتديت الخطوات في الموضوع ده واشتغلت عليه في خلال السنتين اللي فاتوا. في بعض المشاريع اوريدي خلصت، وفي بعض المشاريع اوريدي لسه تستكمل الفتره القادمه.
فده اللي يمكن اللي شجعني ان انا ابقى موجود الفتره القادمه ان شاء الله، ان انا استكمل بقيه المشاريع. يمكن شرفت في النص ان انا مسكت الاداره التنفيذيه في خلال السنتين دول، وده اللي هيأني ان انا ابقى عارف الدور اللي يعني كنائب رئيس مجلس الاداره، وانه حلقه الوصل ما بين المجلس الاداره والاداره التنفيذيه. فده شجعني ان انا ابقى اكون في المنصب ده بالذات الفتره الجايه عشان اتابع بقوه الحاجات اللي جايه ان شاء الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. دكتور محمد البنا، المرشح لامانه الصندوق والخبير الاقتصادي. تمام. هو اولا النادي كمنظمه سواء يعني غير ربحيه او غير حكوميه مثل اي منظمه بتحتاج الى متخصصين خاصه في المجال المالي او مجال التمويل. انا بعتقد بحكم تخصصي الاكاديمي كاستاذ في الاقتصاد والتمويل والاستثمار وخبراتي العمليه في هذا المجال المتخصص جدا، شايف ان انا ممكن افيد نادي انا بنتسب اليه، لانه الجوانب الانشطه المختلفه والخدمات اللي بتقدم للاعضاء اساسها الجانب المالي. اذا كانت هناك مصادر تمويل مناسبه وبنحسن استخدامها وتوزيعها على مختلف الانشطه، وهناك نظم للرقابه وتحقيق كفاءه في التشغيل وانضباط في الصرف، اكيد ده بينعكس على الانشطه اللي بتقدم في النادي، الخدمات اللي بيستفيد منها كل الاعضاء، واللي انا كعضو في النادي بسعى ان انا استفيد من التطوير اللي بنامل انه يحدث خلال المرحله القادمه. استطيع ان اقدم مع زملائي الذين ستنتخبهم الجمعيه العموميه كمجلس اداره، اقدم الافكار المقترحات، أساهم في حل المشاكل. لدي أيضا خبرات إدارية في إدارة المنظمات باعتباري كنت عميدا لعدد من الكليات الحكومية والخاصة ووكيلا للكلية، فأستطيع أن أساهم مع بقية زملائي في الارتقاء بالنادي من خلال توفير مصادر تمويل جيدة وحسن استخدام هذه الأموال. طيب احنا معانا تقرير دلوقتي عشان نعرف الساده المشاهدين بحضراتكم، التقرير مجهز معانا دلوقتي فنتفضل نشوف. السيره الذاتيه لمرشح رئاسه مجلس اداره نادي 6 اكتوبر الرياضي 2019 العقيد هشام سالم، ابن من ابناء النادي منذ عام 1989، مارس رياضه السباحه وكره السله والتنس الارضي وحصل على مراكز متقدمه على مستوى الجمهوريه، التحق بالكليه الحربيه وتلقى العلوم العسكريه الى جانب التفوق الرياضي في الرمايه الدوليه، وحصل على المركز الاول على مستوى الكليات العسكريه والخماسي العسكري والفروسيه والسكواش. تخرج من الكليه الحربيه سنه 1995 وانضم إلى صفوف القوات المسلحة وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة العقيد والمناصب القيادية المؤهلة لرتبته، إلى جانب التفوق في المجال الرياضي وحقق المركز الأول على مستوى القوات المسلحة في الرماية الدولية، ثم انضم إلى المنتخب العسكري وحقق المركز الأول، وانضم إلى المنتخب الدولي ثم المنتخب الأولمبي للتأهيل إلى الدورة الأولمبية بكين 2008. حصل على جميع الدورات التدريبية العلمية المناسبة لرتبته، إلى جانب الدورات العلمية في مجال الأمن والتفاوض الدولي والكثير من التدريبات المشتركة على المستوى الدولي. أنهى خدمته بالقوات المسلحة سنة 2016 وتقدم للترشح على رئاسة نادي اكتوبر في انتخابات 2007. ابن من أبناء نادي 6 اكتوبر العريق هشام سالم. سيادة العقيد ما شاء الله السيرة الذاتية بتاعت حضرتك مليانة. انا عاوز اقول لحضرتك متشكر طبعا على التقرير المحترم دوت، وكل التقدير والشكر لحضرتك. على مدار 25 سنه داخل القوات المسلحه بيبقى في تدريب وتاهيل على كافه المستويات سواء على المستوى الاستراتيجي او على المستوى الدولي، وده بيدي لحضرتك ثقه، بيدي لحضرتك اداء لازم يكون اداء متميز. فالحمد لله ان احنا قدرنا نحقق حاجه كويسه داخل القوات المسلحه، ونامل باذن الله ان يبقى داخل نادي 6 اكتوبر ندي الواجب بتاعنا والعطاء بتاعنا باذن الله داخل النادي.
دكتور محمد صفوت معانا برضو التقرير بتاع حضرتك هنعرضه دلوقتي حالا على الشاشه. محمد صفوت هريدي عضو مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، عضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب 2015 والحاصل على المركز الخامس من 43 مرشح، حصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة القاهرة 2005، تدرج في العمل داخل شركات الأدوية العالمية داخل مصر وخارجها ليصل للعمل لمدير بشركة نوفارست العالمية للأدوية بدبي، رئيس مجلس إدارة شركة روما أطلانتس متعددة النشاط، مؤسس صفحة يلا نغير أكتوبر. دكتور محمد بالرغم صغر سن حضرتك مش راجل مش كبير بمعنى أصح، بس ما شاء الله السيرة برضو ذاتية في حضرتك مليانة برضو بحاجات كتير. والله اول ما اشكر حضرتك طبعا على يعني الكلام الجميل واللي اتقال في التقرير، اعتقد يعني انا واللي في سني كلهم يعني الفتره اللي فاتت او الجيل بتاعنا يعني بنسميه جيل التمرينات، يعني كل الجيل ده يعني كان من الجيل اللي بيحب ويشتغل بنفسه ويبدا يتعامل في كافه المجالات سواء الشغل الخاص او العمل العام، وده يمكن اهلني انا وكتير من المجموعه شايف ان يعني ما شاء الله مصر مليانه كتير قوي من الشباب اللي حابب يشتغل في العمل العام ويدي كتير من الطاقات لصالح المؤسسات ولصالح الدوله طبعا ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا كعضوه في نادي ببقى اهم حاجه تخصني انا كعضوه عايزه اعرف اللي جاي ايه، يعني عايزه اعرف هتتجنبوا المشاكل الموجوده حاليا ازاي؟ هل عملتوا خطه ماشيين عليها دلوقتي او ناويين تعرضوها الفتره اللي جايه؟ سيادة العقيد أنا كعضوة عايزة أطمن على اللي جاي من النادي. أكيد طبعا، يمكن الكلام أشرنا إن إحنا كان لينا أهداف في 2017 وكان لينا مبادئ واضحة جدا، الأهداف دي هي استمرار، ولكن خلينا نقول في اللحظات اللي إحنا بنعيشها دلوقتي أهم حاجة داخل نادي 6 أكتوبر هو الثقة، هو الإطمئنان، هو الاستقرار لأعضاء نادي 6 أكتوبر في الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه. قد يكون على مستوى رئاسة المجالس السابقة ما كانش فيه نوع من أنواع الشفافية الواضحة اللي تعطي الثقة الكاملة للأعضاء، لا حاليا أول حاجة نقدر كأعضاء هي إن احنا نثق، نستقر، نطمئن عشان نقدر ندير عملية انتخابية بإذن الله تحقق لنا التحديات اللي احنا محتاجينها داخل النادي. أما كخطة متواجدة احنا بالفعل موجود خطة ومشينا عليها بقول لحضرتك من 2017 بإذن الله في الندوات مع الأعضاء بيتم عرض الخطة التفصيلية، بيتم عرض طبعا الاتجاهات بتاعتنا وإيه اللي تم تحقيقه داخل النادي. هذكر على سبيل المثال لما كنا في 2017 فأساس أي مشروع عشان يتطور أو أي موضوع إن احنا نقدر نتطور فيه هي المعلومات، البنية التحتية داخل النادي لما جينا ندور عليها ما لقيناهاش، فكان ده هدف رئيسي لينا إن يبقى عندنا بيانات، معلومات دقيقة نقدر نحللها، نقدر نطلع منها بنتائج، نقدر نصيغ خطة كاملة. يمكن المجلس السابق كان في المهندس أحمد حمودة ومعنا طبعا الدكتور محمد صفوت، يمكن دي من الأساسيات اللي اشتغلوا عليها البنية التحتية سواء كابلات سواء شاشات كاميرات المنظومة والأدوات، وبالفعل حققوا دوت. بناء عليه نقدر نكمل الربط التام مع جميع الأفرع داخل النادي، نقدر ناخد بيانات يبقى في دقة في اتخاذ القرار مع الخطة اللي موجودة، وبإذن الله نأمل أن يبقى في استكمال كبير جداً للتأهير الإداري، ودي حاجة مهمة جدا ودي اللي احنا نقدر نشتغل عليها. فبإذن الله في خطة وإحنا ماشيين فيها بإذن الله وهنكمل المشوار اللي ابتدينا يا رب بإذن الله. معنا تقرير للدكتور محمد البنا هنعرضه، تقرير السيرة الذاتية بتاع حضرتك يا فندم. دكتور محمد البنا مرشح كأمين صندوق لنادي 6 أكتوبر 2019،
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة كلية التجارة جامعة المنوفية حالياً. عمل أستاذاً ومستشاراً اقتصادياً بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، وكان مديراً لإدارة الاستثمار بالجامعة. شغل عدة مناصب إدارية بالجامعة بدءاً من رئيس قسم ووكيلاً للكلية وعميداً لكلية السياحة والفنادق جامعة السادات حالياً. كان مشرفاً عاماً على مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة المنوفية، كما عمل عميداً لكلية التسويق الدولي جامعة النهضة ببني سويف، وعميداً لكلية الإدارة الجامعة الحديثة بالمقطم. ما شاء الله يا دكتور محمد، سنلاقي تعليق على حضرتك شوية. بما أنك راجل أكاديمي، أكيد في انتقادات قابلتك إن حاجة تمسك المنصب ده، مظبوط؟ بالتأكيد ممكن طبعاً تطرح من غير المتخصصين وغير المدركين لأهمية العلم والمعرفة في أي عمل وفي أي مجال. الحقيقة أنا بأمل من خلال معرفتي وعلمي اللي ربنا أعطاه لي وخبرتي اللي أنا اكتسبتها في مجال التمويل والاستثمار أن أساهم في النادي اللي أنا بنتمي إليه، سواء كعضو أو يعني أمين صندوق إذا اخترت، ومع أي في كل الأحوال مع أي ظرف أنا مستعد أقدم كل هذه الخبرات وقبل الخبرات المعرفة والعلم في عمل برنامج مدروس للنهوض بهذا النادي. يعني لو حبيت بس أذكر بعض عناصر هذا البرنامج اللي أأمل أني أقدمه وأساهم في إعداده بشكل تفصيلي، أن يكون لدى نادي 6 أكتوبر خطة استراتيجية تحدد رسالته، تحدد الغرض من وجوده، يكون لديه رؤية وأهداف محددة، ثم وضع خطة تنفيذية عملية لتنفيذ هذه التوجهات وهذه الأهداف. بدون خطة تنفيذية نحدد فيها من يفعل ماذا لن يكون للخطة الاستراتيجية أي فائدة. أنا بأمل أن أساهم بما لدي من خبرة سابقة في إعداد خطط استراتيجية وخطط تنفيذية في مؤسسات غير ربحية، بعضها حكومية وبعضها أهلي، أن أضع خطة استراتيجية وخطة تنفيذية للنادي 6 أكتوبر، استغلالا بقى لتخصصي الدقيق العلمي والمعرفي والعملي. بأمل أن أنا أيضا أساهم في وضع حملة أو برنامج علشان نحشد الموارد المالية لنهضة هذا النادي. الفاند ريزنج دي أو تنمية الموارد المالية أصبحت علم، أصبحت فن، من الممكن جدا خاصة في المنظمات غير الحكومية أن يكون هناك برنامج موضوع يستغل كافة أصول النادي. النادي لديه العديد من المنشآت ومن المباني ومن المرافق، يمكن جدا بحسن استخدامها أن تكون مصدرا لمزيد من الأموال. يكفي أن أشير مع حضرتك لأصل من الأصول غير المادية، أصل معنوي، أصل غير ملموس، وهو اسم النادي، اسم نادي 6 أكتوبر بتاريخه بأعضائه بمجالس إداراته بما لديه من مرافق. ده لوحده ممكن يجيب مليارات وليس ملايين إذا أحسن استخدامه وإذا خلصت النيات. دول نقطتين على الأقل أو يعني بما يسمح بيهم الوقت أستطيع أن أقدمه للنادي بتاعي ولزملائي ممن سينتخبون لأعضاء مجلس الإدارة. سيادة العقيد، حضرتك نازل أول قائمة ولا مستقل؟ ومتشكر طبعا، السؤال ده دقيق جدا، بس خلينا نتكلم في الوقت الراهن اللي احنا موجودين، لأن أساس الانتخابات هي عملية فردية مستقلة. يعني اللي نازل على نائب أو اللي نازل على رئيس ثم نائب ثم عضو، ده عملية فردية بيتم من الانتخاب من السادة الأعضاء. بس خلينا نتكلم، هو الأندية الكبيرة أو الناس اللي سبقتنا وخدت المجال ده واحترفته وحققت نجاح،
هم بالفعل بيبقى في قائمة موحدة بيتم انتخابها كلها بجميع العناصر اللي موجود فيها ليسأل عنهم الرئيس. بمعنى حضرتك أي مدير في أي مؤسسة ناجحة بيتم تكليفه أنه يقود ويقبل المسؤولية ديت عشان يقود المسيرة في التقدم. بناء عليه بيختار الأدوات اللي معاه والعناصر اللي معاه اللي هيحققوا الهدف اللي احنا بإذن الله رايحين. أتمنى أن السادة الأعضاء المرشحين بإذن الله، أنا شايف أن احنا في عناصر كتيرة مميزة، عناصر شبابية عندها طموح عندها صدق عندها هدف انها تتحرك. طبعا بتمنى طبعا ان يكون وبدعو، وده شرف ليا والانضمام لمجموعه ابناء النادي واللي عاوزين يحققوا بالفعل هدف داخل النادي، الدكتور محمد صفوت كنائب، وطبعا قيمه ومقام كبير وما نقدرش ان احنا نفرط ان نخسره ولو لنسبه ضئيله، الدكتور محمد البنا ده لوحده يعني هيضيف الى الاصول بتاعه النادي. طبعا كان برضو في الاختيارات واللي انا بدعو ليها لا نغفل تماما الخبرات السابقه، الدكتور محمد، لا الدكتور محمد البنا يعني بيتهيالي دي علامه من عند المولى عز وجل ان هو بعته في التوقيت الحرج دوت لنادي 6 اكتوبر بالقيمه بتاعته، مش بقيمه علميه فقط لغير، وتنفيذيه وهدوء السريره، ده في حد ذاته استيعاب كبير انا بعتبرها انها نقطه فاصله في تاريخ النادي بامانه. يعني باقي الاعضاء اللي انا اتمنى يكونوا فريق عمل معايا داخل النادي، احنا لا نغفل تماما الخبرات السابقه. وخليني اتكلم مع حضرتك في نقطه كانت مهمه جدا، المجلس السابق انا بشكره شكر كبير جدا. ليه؟ المجلس السابق كان من اول يوم ماراثون هيجري فيه لمده 4 سنين كان محمل باعباء كثيره من اول خطوه ان هو هيشتغل فيها، كان محمل ببعض المشاكل في الاتجاه القانوني، كان محمل ان هو مش القرارات بتاعته لا تمرر مع الجهة الإدارية عشان قد يكون في ناس مش مستوعبة او ما كانش عندها الثقة في اتجاهات كتيرة، فالناس ديت خاضت تجربة كويسة جدا. وفي الاتجاه برضو لا نغفله انهم حطوا ايديهم على زي ما بنقول الوجع، فده لازم استثمره. فأتمنى طبعا وبدعو طبعا المهندسة ياسمين في المجلس السابق ويكون معانا في الفريق يا رب بإذن الله، كابتن أحمد يحيى، كابتن أحمد الشاذلي، في عناصر بقى مهمة جدا ودقيقة، المهندس محمد عادل حد محترم جدا، الهيثم الأستاذ هيثم نبيل فنان، يعني ده اللي يحمل عاتق المركز الثقافي، وبعدين ده ما بقاش حضرتك طلب، لا دي حاجة أساسية إن الاتجاه الثقافي داخل النادي والترفيهي ده لابد منه. ليه؟ الشباب لازم يبقى فيه قوة بتجمعهم، لازم يبقى فيه حوار بيجمعهم. أولى الخطوات ديت هو الاتجاه الثقافي والفني ورقي المشاعر والأحاسيس داخل الأعضاء وبالأخص في الشباب. فدي نقطة أتمنى إن احنا نكون متوافقين في نفس الاتجاه وفي مصداقية يا رب بإذن الله. دكتور محمد صفت، حضرتك نائب رئيس مجلس إدارة، دور حضرتك إيه؟ يعني لو هنوصف الجوب ديسكريبشن بتاعت نائب رئيس مجلس إدارة بيبقى ليه دورين، الدور يعني نقول الثانوي اللي هو يعني بينوب عن رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه، لكن الدور الأساسي هو بيبقى رئيس المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي هو باختصار هو حالة الوصل ما بين الإدارة التنفيذية وبين مجلس الإدارة. يمكن في كتير قوي من الأعضاء ما يعرفوش يعني الفرق ما بين دور مجلس الإدارة ودور الإدارة التنفيذية، ده وبيتوسطهم المكتب التنفيذي. بيبقى الأعضاء دايما في النادي بيبقى ليهم مثلا طلبات بيقدموها، الإدارة التنفيذية بيبقى ليها طلبات بيقدموها من مختلف الإدارات، سواء بقى إدارات رياضية أو إدارات صيانة أو وفي طلبات بتقدم من اعضاء مجلس الاداره نفسهم.
الطلبات دي بتتقدم عن طريق المدير التنفيذي للمكتب التنفيذي اللي بيرأسه نائب رئيس مجلس الإدارة. بيتم مناقشتها والانتهاء لمحضر بيرفع لمجلس الإدارة، بيتم مناقشته وبعد موافقة مجلس الإدارة عليه بيتم يعني تكليف مدير عام النادي أو المدير الإدارة التنفيذية بتنفيذ الطلبات دي. بيشرف على تنفيذ الطلبات دي مع المدير الإدارة التنفيذية هو المكتب التنفيذي ويرأسه رئيس المكتب التنفيذي. فده دور مهم يعني كبير، ويعني وصلت وحالة وصل مهمة جدا. يعني ايه اولوياتكم كمرشحين لرئاسه نادي 6 اكتوبر؟ في اولويات بتبقوا حاطينها هتمشوا عليها، دي اول ملفات اللي هتبداوا بيها؟ انا عاجبني حضرتك طبعا الاسئله محدده جدا وواضحه وصريحه، فاحيي حضرتك عليها. الهدف الرئيسي لينا كمجموعه ابناء النادي، احنا نادي اجتماعي يمارس النشاط الرياضي المحترف. اول الاولويات لينا داخل نادي 6 اكتوبر واللي احنا مستمرين عليها هو النشأ من 10 سنين فما دون باذن الله يكون ليه رعايه كامله من النادي في لعبتين مهمين بالنسبه لي، السباحه، الجمباز. ده الاساس التكويني وانا لاعب اولمبي، فده يهمني النشأة عندي من 10 سنين فما دون ان دوت يكون برعاية كاملة. ما ينفعش ان الأسرة قادرة انها تبذل مجهود مع ابنها والنادي قد يكون في اجزاء كبيرة هو بعيد عنها عن النشأة ده. خلي بال حضرتك النقطة دي تهمني اكتر عشان انا اتربيت داخل المؤسسة العسكرية، والنادي لما يهتم بالناشئ الصغير ده هو ده اللي بيطلع لي الضابط، هو ده اللي بيطلع لي المهندس، هو ده اللي بيطلع لي الخبير الاقتصادي. يبقى انا اهتميت بالمستوى الناشئ على مستوى الدوله، وده دورنا ان احنا نبقى موجودين في الفتره اللي هي قبل 20 سنه ده، ان يبقى عندنا ناشئ قوي البنيان في عنده استيعاب كبير جدا للمواضيع في كافه الاتجاهات. الرياضه ما بقتش حاجة ترفيهية، الرياضة هي أساس سواء في التربية سواء في الفكر، هو ده اللي احنا بنبني عليه. فده هدف رئيسي لا حياد عنه. النقطة التانية اللي برضو تهمنا هو العضو والاستمتاع بوجوده داخل النادي. يمكن احنا في من التسعينات لما كنا بنروح النادي احنا بنستمتع بقوة هناك، اما الان يمكن عشان التقدم في الاعداد بتاعه الاعضاء، عدم الاستيعاب الكتير للمباني والخدمات لم يتواكب مع كثره الاعداد. ده هدف رئيسي، استمتاع العضو بناديه، استمتاع العضو بالانشطه داخل النادي. فالحته ده يتاتى منين؟ احنا نادي اجتماعي يمارس الرياضه المحترفة لأعضاء النادي فقط. فده مش أولى أولوياتنا، ده بإذن الله الهدف اللي احنا نسعى إليه وبإذن الله نحققه. بالنسبة للأولويات كلكم اتفقتوا عليها، هتبدأوا الأول بالنشاط الرياضي مظبوط؟ لا مش مظبوط، حاجة طبعا المشاكل المادية. لا من حيث الأنشطة برضه. يعني بالعكس احنا مستهدفين توسيع نطاق الأنشطة والخدمات اللي بيقدمها النادي. خد بال حضرتك خدمات زي ايه يا دكتور محمد؟ يعني انا هتكلم في الجزئية دي باعتباري مستخدم، باعتباري عضو عامل في نادي 6 اكتوبر. بستخدم كل مرافق وبزاول معظم أنشطة النادي اللي بيقدمها. احنا مستهدفين انه نوسع هذه الأنشطة بحيث تشمل نشاط الثقافي اللي اتكلم عليه الزملاء المحترمين، نشاط الثقافي لأن هذا النادي يعني بيتعامل مع مجموعات عمرية مختلفة، خاصة البراعم، الشباب. دكتور محمد انا مضطر اقطع حضرتك عشان هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا. تمام ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنخرج فاصل ونرجع لكم على طول، انتظرونا.
ورجعنا لكم تاني أعزائنا المشاهدين، ومكملين حلقتنا عن موضوع الحلقة النهاردة عن نادي 6 أكتوبر. وهنكمل كلامنا مع دكتور محمد البنا اللي احنا كنا بنكمل معاه قبل الفاصل ايه أولوياته في النادي. دكتور محمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل ايه أولويات حضرتك في النادي الفترة اللي جاية اللي ناوي تعملها في حالة فوز حضرتك. تمام، هي طبعا بالإضافة للكلام الكبير اللي اتقال في الأول عن خطة استراتيجية وخطة تنفيذية وبرنامج للفند ريزنج لتنمية الموارد المالية في النادي، أنا هتكلم بقى كأولوياتي كعضو في النادي، كمستخدم للنادي، كواحد بستخدم مرافق ومنشآت وأروقة النادي وقاعاته المختلفة من 1998 حتى اليوم، ونشأت فيه ونشأ أولادي تربوا فيه وأحفادي الصغار أيضا منتسبين لهذا النادي. هقول ثلاث حاجات أساسية. نمرة واحد، الرقابة الداخلية على أوجه النشاط المختلفة، وخصوصا رقابة داخلية محاسبية على العاملين والإدارات المتعلقة بالموارد المالية. لابد أن هناك رقابة مشددة على كل هذه، ليست عدم ثقة فيهم وإنما لتحقيق الانضباط المحاسبي والمالي ولمنع أي تسربات أو أي إهدار للمال العام. النقطة الثانية اللي هي الصيانة، أنا كمستخدم لهذا النادي يهمني جدا أن تكون إدارة الصيانة على أعلى مستوى، وسأعمل جاهدا إذا ربنا وفقني مع زملائي أن احنا مخصصات الصيانة تكون يعني ليست استكمال وليست مبلغ متبقي، وإنما ترصد لها مبالغ كافية، لأنه الصيانة لا تساعد فقط في تحقيق أو الحصول على أعلى مردود من المعدة أو الآلة أو المرفق، سواء مسبح أو سواء جيمنازيوم أو نادي صحي، لا، ده هي بتحافظ على هذا الأصل وبتصون هذا الأصل وتجعل من الأصل أنه هو يحقق مردود أعلى ولا يكون هناك إهدار. الصيانة مهمة جدا والنظافة مهمة جدا في النادي، الارتقاء بالخدمات من خلال الصيانة لأنها ممكن تحدث شرخ كبير في مستوى الخدمة. النقطة الأخيرة والهامة هي توسيع الأنشطة التي يقدمها النادي. قد تأتي في أولوياتها الأنشطة الرياضية على عين وراس، ما عندناش مشكلة أبدا، بالعكس النشاط الرياضي سواء على مستوى الفرق والبطولات الفردية بحط له أنا جنب ده الرياضة للجميع، الرياضة للسيدات للبنات للأطفال للرواد كبار السن، النادي رياضي لا لا لا, لا بأس به، لكن الرياضة جانب واحد من جوانب التكوين الإنساني، الارتقاء بوجدان الأعضاء يشمل الجانب الثقافي وهو مهم جدا، تثقيف كل الفئات في أحداث بتدور حولنا، يعني في مجتمعنا الصغير أو البلد ككل يجب أن يكون هناك مواكبة لمثل هذه الأحداث واستضافة مفكرين وكتاب وأدباء وفنانين وشعراء ومعارض لإحداث نوع من التثقيف وبناء وجدان الأعضاء. بالإضافة أيضا للنشاط الثقافي هناك فئات يجب أن نستهدفها وتقديم أنشطة خاصة بها. الأطفال لهم مناسبات واحتفالات وأجواء، لابد أن تكون هناك أنشطة تستهدف هذه الفئة. السيدات أو الإناث الجندر دول مهم جدا أن تكون هناك أنشطة تستهدف السيدات بعينهم أو بشكل مقصود. فئة الرواد أو كبار السن والاستفادة من خبراتهم وتحقيق نوع من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، خلق أنشطة تستوعب الناس دول تخليهم ما يملوش من وقت الفراغ، بل بالعكس نستفيد من خبراتهم ومن قدراتهم وأيضا نرتقي بوجدانهم في سنوات العمر الأخيرة. دول لابد أن يكونوا محل رعاية ومحل اهتمام. دي أولويات قد تبدو بسيطة لكنها مهمة جدا عشان نوسع دائرة نشاط النادي وخدماته ليرتقي بالأعضاء وبوجدانهم وتثقيفهم. دكتور محمد، حضرتك كنت عضو في المجلس السابق، تمام؟ إزاي قدرت تنزل الفترة اللي جاية برغم إن كان في مشاكل الفترة اللي فاتت في المجلس السابق؟ سؤال حلو يعني. أول حضرتك دي يمكن نقطة استكمالا اللي يمكن اللي قالها العقيد هشام في الأول، المجلس الإدارة بيتكون من 12 عضو.
وجود التوافق والتناغم ما بين أعضاء مجلس الإدارة بيسهل إجراءات كتير، ويسهل خطتك اللي أنت داخل تعملها، الفيجن اللي أنت تعملها، لأن كل واحد بيبقى ليه رؤية ممكن تكون مختلفة عن الآخر. فلو كان التيم متوافق بيبقى تحقيق الهدف بيبقى أسهل بكتير. يمكن وأنا كعضو مجلس إدارة كان ليا رؤية معينة شايف بيها النادي، يعني أنا ليا زمايل رياضيين كل واحد بيبقى ممكن مركز في النقطة دي، أنا كان ليا هدف أساسي اللي هو الارتقاء باسم النادي، البراندنج لاسم نادي 6 أكتوبر بيبقى معروف. الحاجة اللي أنا كنت دايما بوصلها، دايما كنت عايز ولادنا وكده يعني، أو أي حد من أعضاء النادي دايما لما بيقول أنا عضو في نادي 6 أكتوبر بفخر لازم يقولها كده، وده حاجة يعني مهمة جدا. النادي بتاعنا نادي كبير ويعني وكبير، وفي مجموعة كبيرة جدا من النشاطات الرياضية وغير الرياضية. النادي بينقسم إلى شقين عندنا جوه النادي، الاجتماعي والرياضي. ده ليه أهدافه ومتطلباته كعضو، وده ليه أهدافه ومتطلباته كعضو، ممكن تختلف عن بعض، لكن الدور الرئيسي اللي بيعمله عضو مجلس إدارة اللي أنا يمكن بدأته المجلس الماضي وإن شاء الله هحاول أكمله المجلس ده، إن أنا أكون في الاتجاهين الاجتماعي والرياضي. اشتغلت فترة طبعا كمدير تنفيذي وعرفت متطلبات الأعضاء ومن ما التعامل مع الإدارة التنفيذية. حاولت مثلا يكون أدي لحضرتك مثال، يعني لما كانت موجودة حملة 100 مليون صحة حبيت إنها تبقى موجودة في النادي، يبقى دي خدمة الأعضاء ما يروحش بره ويبقى موجود جوه النادي. كشق رياضي يعني مش رياضي بحت، بس اللي هو يعني بيسموهم كده الأعضاء العاديين، عملت تحدي يعني استغلت كأن أنا كدكتور يعني، وعملت تحدي اسمه تحدي الثلاث شهور، واشترك معايا مجموعه كبيره جدا من الاعضاء، وكنا نعمل يعني ايفنت جميل جدا 3 ايام في الاسبوع، سهل ان يبقى في حاله من الاجتماعيه الرياضيه حلوه، وفي ناس خسرت كتير جدا يعني على الموضوع ده. كان في دور ان يبقى في حفله فنيه، وان شاء الله ده اللي بحاول يعني اجراء يعني يبقى موجود الفتره الجايه داخل النادي، لان وجود الحفلات دي كمان مش بس هي داخل النادي فقط، ولكن هو تسليط الضوء على اسم نادي 6 اكتوبر، نظرا ما يبقى في فنان معين او غيره يبقى موجود بتسلط الضوء على النادي. ده بيتطلب حاجات كتير، من ضمنها كمان تغطيه النادي تقريبا ب100% في الكاميرات تقريبا خلصت معظمها، بقى حاجات بسيطه الفتره الجايه، وده عنصر مهم جدا، الامن والامان داخل النادي لاولادنا والابطالنا الفتره الجايه. المشاريع كتير والاوجه كتير، بس الاهم من ده كله هو تكاتف الاعضاء، تكاتف مجالس الاداره مع بعض، مجلس الاداره مع بعض للنهوض بالشكل المناسب اللي كلنا نتمناه ليكون فيه النادي بتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله. سياده العقيد هشام، شايف العمليات الانتخابيه الفتره اللي جايه في النادي هتبقى ازاي او ماشيه ازاي؟ العمليه الانتخابيه داخل نادي 6 اكتوبر 2019 عاوز اقول لحضرتك كنا الموضوع ده رصدينه من 2017 كمجموعة أبناء النادي، إحنا حققنا هدف كبير جدا في 2019. الحمد لله الشباب أكتر من 90% من اللي نزلوا ترشحوا شباب، وهو ده اللي إحنا كنا بندعو إليه. العناصر والأعضاء اللي نزلت عندها وعي كبير جدا، عندها قدرة تثقيفية وتعليمية وتنفيذية كبيرة جدا، هو ده اللي احنا كنا بندعو ليه. احنا بنؤمن بحاجة دايما في بلدنا وعلى مستوى القوات المسلحة وعلى مستوى مصر كلها، ليس هناك صراع أجيال ولكن هناك تواصل أجيال. بنزول الشباب في 2019 ده بالنسبة لي احنا حققنا اكتر من 70% من الاهداف بتاعتنا، ان الوعي العام داخل النادي وقدرات الشباب داخل النادي تقدر تحدث تغيير وتحدث تطور وتحدث طفره. قد يكون في بعض المقاومه لاي نجاح، قد يكون في حد مش قادر ان هو يستوعب الفكره، لكن مع الاستمراريه بيحدث النجاح باذن الله. فأنا شايف إنها حاجة محترمة جدا وليها التقدير الانتخابات في 2019 داخل النادي، وبإذن الله هتطلع نتائج ممتازة جدا ومبهرة ومحدش يتوقعها بإذن الله، ونأمل إن مولى عز وجل إنها تتم دايما على خير يا رب. يا رب. دكتور محمد هسألك سؤال برضه، دلوقتي كان في مشاكل في حمام السباحة في المجلس اللي سابق، تمام؟ وفرضتوا رسوم على كل الأعضاء. ايه الفترة اللي جاية ناويين تعملوه بالنسبة لحمام السباحة؟
سواء مظلات، سواء نظافة مية، الفلاتر بتاعة المية، والحمام الجديد. تمام. اولا يعني المشاكل اللي بتبقى موجوده دايما في اي اداره او في اي مؤسسه يمكن بيبقى ليها الدور الاساس في اختيار الاداره التنفيذيه. يعني لما يكون في اداره تنفيذيه قويه بتتابع مع قرارات مجلس الاداره، ومجلس الاداره بيتابع معاها، ما بتحصلش المشاكل اللي مثلا حضرتك سمعت عليها، سواء بقى صيانات او تطوير او في اي حاجه ليها علاقه بالاداره التنفيذيه او الرياضيه. فده وجود اداره تنفيذيه قويه بيحقق المطلوب من اللي حضرتك بتتكلم عليه. الحاجه الثانيه، نادي 6 اكتوبر نادي كبير جدا، يعني المساحه الحاليه حوالي 112 فدان، بيخدموا تقريبا 2 حمام سباحه، رقم 1 ورقم 2. ففي فترات كبيره جدا وخاصه فتره الصيف بيبقى الضغط عليه شديد جدا، سواء من الاعضاء مع الفرق الرياضيه والمدارس السباحه اللي موجوده، فبيبقى في تكدس رهيب جدا على حمام السباحه، وكل عضو طبعا ليه الحق ان هو يشوف المنظور او استخدام حمام السباحه بطريقته. هناك من اولوياته هو استخدامه الشخصي، فعايز يستخدمه في اي فتره، صبح او ليل او كده، لكن لا نغفل برضو ان في ابطال وفي ولادنا عايزين يتدربوا سباحه، ومن هنا جت الفكره لانشاء حمام سباحه ترفيهي. حمام السباحه الترفيهي ده حاجه مختلفه غير الحمام الرياضي اللي موجود مثلا عندنا في النادي، ده بيبقى حاجة أشبه بالموجودة مثلا في الفنادق أو في القرى السياحية. ده بيبقى شغال للممارسة العامة ترفيهي، شكله حتى مختلف، مفتوح طوال اليوم لممارسة الأعضاء، وده حاجة مهمة جدا. يعني فكرة إن الأعضاء يساهموا في حاجة زي كده، أنا شايف إن دي حاجة عادية جدا. المساهمة بتبقى رقم بسيط، هي كانت اللي كان فرض في الجمعية العمومية الماضية كان 250 جنيه على العضو العامل، أعتقد إن ده مبلغ مش كبير جدا. النادي بالنسبة لي أنا وبالنسبة لكتير قوي من الأعضاء، لم يكن كل الأعضاء، هو بيته التاني، يعني الموجود فيه بشكل يومي. يعني في أنا بتكلم على أي شخص، أنا وأولادي ومراتي بشكل يومي موجودين في النادي عشان التدريبات. فلما النهاردة أنا شايف النادي ممكن يطلع خطوة تانية بمساهمة بسيطة من الأعضاء، ان يبقى في حاجه جديده بشكل حلو جدا ممكن تستخدم كمان، مش بس الارضاء الاعضاء، لا ده كمان ممكن تستخدم كتسويق لاسم النادي. النهارده انت بيبقى ليك تارجت، انت عايز يعني مثلا يمكن الفتره الجايه احنا كان زاد اشتراك النادي من رقم لرقم اعلى، ومتوقع الفتره الجايه يزيد اشتراك النادي لرقم اعلى بكتير. فالنهارده انت بتستهدف فئه معينه هي اللي تبقى موجوده في النادي، فبكثره الخدمات اللي انت بتعملها او بيبقى تارجت مجلس الاداره انك تعمل خدمات جديده جوه النادي، هو ده اللي بيخلي اسم النادي يجي لك العضو اللي انت متوقعه، سواء بحمامات سباحه، سواء بتوسعه ملاعب جديده. يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي اتعملت الفتره اللي فاتت كنا عمالين طورنا منطقه الخيل وبقت بشكل رائع جدا، وده كان هو الهدف للمنطقه دي كلها، لان هي في منطقه في اخر النادي كانت مرصود ليها منطقه الخيل، منطقه حمام السباحه الاولمبي القديم بتطوير المنطقه اللي تحتيه، كمان بالاضافه لحمام السباحه الترفيهي، بحيث ان انا بطور منظومه او مكان جديد جوه النادي كخطه واحده مع بعض. سيادة العقيد، تحب تقول ايه للساده المشاهدين سواء اعضاء النادي او اللي حابب لسه يشترك في النادي عندكم؟ تحب تطمنه في ايه في حاله فوز حضرتك ان شاء الله؟ يا رب باذن الله. اتمنى ان احنا باذن الله عنصر الشفافيه، عنصر الصدق، عنصر الاطلاع على كافه مجريات الامور داخل النادي باذن الله، هي دي اللي هتولد الثقه والاستقرار والاطمئنان. اتمنى ان اعضاء النادي تنتخب قايمه او نقول الريس بالفريق بتاعه بحد ذاته، سواء عشان نوفر له كافه الادوات. خلينا نقول ان التجارب اللي كان فيها الريس بالفريق بتاعه كان فيها استقرار كبير جدا واطمئنان. اتمنى ايا من يكون، لكن أعضاء النادي تنتخب قائمة بذاتها عشان نحدث استقرار واطمئنان دائم داخل النادي، ويا رب بإذن الله يبقى فيه مشاركة كبيرة، أتمنى يبقى فيه تفاعل أكثر، أتمنى الناس يوم 29 نوفمبر القادم بإذن الله يكون موجودين وتكون احتفالية كبيرة داخل النادي ونبقى كلنا مبسوطين وفرحانين يا رب بإذن الله إن شاء الله. دكتور محمد، تحب تقول ايه للساده المشاهدين؟ اي محمد حضرتك يا فندم. دكتور محمد البنا، انا الحقيقه باكد على ثلاث نقاط في موضوع الانتخابات.
أنا شخصيا أميل، ده رأيي الشخصي، أميل للانتخاب القائمة، لأن نظام القائمة أو وجود قائمة، لأنه مش نظام، معناه أنه هذه المجموعة متآلفة، عندها وحدة فكر، عندها وحدة رؤية وهدف، التفاهم اللي بينهم، عدم وجود صراعات، عدم وجود تكتلات، ممكن جدا يزود فعالية مجلس الإدارة. فأنا أميل إلى فكرة القائمة، وإنما من ناحية تانية عايز أؤكد على أن القانون بيتيح للأعضاء أن ينتخبوا الناس فرادة، وده حق طبيعي. إحنا بننزل بشكل ودي وليس بشكل نظامي أو شكل قانوني. هذه القوائم هي بتاخد شكل غير رسمي. بميل أنه أو بتمنى أنه الأعضاء يعني يحسنوا الاختيار، لأن ده بيضمن الفاعلية وبيضمن التفاهم بين الأعضاء. نورتونا حضراتكم، ويا رب يوفقكم في الانتخابات اللي جاية إن شاء الله، وإن شاء الله يبقى في حلقة تانية نعملها إن شاء الله. متشكرين لحضرتكم والاستضافة والاهتمام الدائم بانتخابات نادي 6 أكتوبر ونادي 6 أكتوبر. بشكر سيادة العقيد هشام سالم المرشح لرئاسة نادي 6 أكتوبر. شكرا. بشكر الدكتور محمد صفوت هريدي المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة. شكرا لحضرتك. بشكر الدكتور محمد البنا المرشح لأمانة الصندوق. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم. وبنوه عن الحلقة الجاية إن شاء الله هيكون معانا المهندس أحمد حمودة إن شاء الله، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق. انتظرونا الحلقة القادمة، وإلى اللقاء واختصار.